يعني عندي موضوع أكثر أهمية على الشاشة. مفتقدين منذ فترة ليست بالقصيرة الإعلامي الكبير جدا والصديق العزيز عمرو أديب لخلافاتنا بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومجموعة قنوات أوربت. عمرو أديب بطلته الرائعة من السبت إلى الأربعاء مفتقدينها بأن فترة ليست بالقليلة أو ليست بالقصيرة. وعمرو هو شخصية إعلامية مؤثرة في الوطن العربي أجمع، ولكن ما قرأناه بالأمس واليوم سواء عبر الصحف والمنتديات أثار نوع من البلبلة في الوسط الإعلامي. هل عمرو أديب وقع لقناة الحياة بالفعل؟ هل عمرو أديب أنهى تعاقده مع قناة أوربت؟ هل عمرو أديب في طريقه إلى إحدى القنوات العربية وبالتحديد الخليجية من أجل الهجوم على مصر من الخارج كما يشيع البعض؟ يسعدني ويشرفني أن يكون معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف الإعلامي الكبير والصديق العزيز عمرو أديب. يا عمورة مساء الخير، وحشنا جدا. وانت كمان والله يا احمد، ربنا يخليك ومتشكر على المقدمه الجميله دي. ده اقل ان انا معاكوا يعني. ده اقل شيء ليك، وانت تعلم تماما قد ايه الناس بتحبك وتقدرك. قد يختلف معك البعض في الراي، ولكن لا يختلف الكثيرين او الجميع على احترامك واحترام برامجك وارائك يا عمرو. انا عايز اقول لك ان كلمه الجميع دي انا مدين لهم بالفضل، هي دي الناس اللي وقفت لازم التحكيميه دي يا احمد. نعم. مش جنبي غير الجمهور وغير الناس اللي في الشارع والناس بتتفرج عليا. انا بشكر وبقبل جبين كل مشاهد في اوربت او بره اوربت بيقف في الشارع يسلم. الو عمرو، هنكلمك تاني لان واضح انه الخط فيه مشكله حالا. ما تقلقوش، لا ما فيش حاجه يعني خالص، هو خط قطع. هنكلم عمرو اديب دلوقتي لانه مكالمته ضروريه جدا حتى نتفهم ما الذي يحدث. هل غادر عمرو اديب اوربت؟ هل عاد عمرو اديب الى اوربت؟ هل انضم عمرو اديب الى الحياه؟ وقصه انضمامه لصحيفه الوفد، لحزب الوفد اليوم، وما قراناه وما رايناه عبر المواقع المختلفه. نتعرف من عمرو اديب نفسه. زي ما قلت، قد نتفق قد نختلف، ولكن لا يختلف احد ابدا على قيمة عمرو أديب الإعلامية. أرجو أن يكون عمرو بقى معانا دلوقتي لحد ما يرجع لنا عمرو أديب. هقول لكم بعض الأخبار الهامة. الخبر الأول أن اتحاد الكورة بيطلب تأجيل لقاء مصر والأردن، والحقيقة يمكن احنا طالبنا ان احنا ناخد مباريات على المستوى، ناخد مباريات تناسب المباريات اللي احنا هنلعبها في التصفيات. تصفيات الامم الافريقيه تحتاج الى مباريات افريقيه، ولكن اتحاد الكره كان قد التزم بتعاقد مع الاتحاد الاردني الشقيق. هل سيتراجع الاتحاد المصري عن تعاقده؟ هل سيفسح عقد المباراه الوديه خاصه انها ليست في الفيفا؟ دي تعاد الينا الزميل العزيز عمرو اديب. عفوا يا عمرو، انقطاع الخط. كده الصوت احسن. انا بقول لك ان انا بشكر كل الناس اللي في الشارع وكل جمهوري وكل الناس اللي بتسال عليا، وهي دي المشاعر الطيبه. الحمد لله احنا عشنا 12 سنه يعني احنا والجمهور يعني. عمرو، انت في خلاف بينك وبين حد؟ والله ده سؤال صعب قوي يعني. لا، ما يعني مش خلاف شخصي يا احمد، مش خلاف شخصي مع حد. احمد، انا عندي خلافات ممكن تبقى مع الحكومه بس مش مع الدوله. حلو، ده كويس. الدوله المصريه دي انا مصري. نعم. انا ما بختلفش مع دولتي. نعم. واقف معاها في كل المواقف المهمه، وفي نعم. مواقف كتير يعني مش عايزين نتكلم فيها. نعم. لكن ممكن في الحكومه يبقى عندك موقف، يبقى عندك راي. واحنا اتقلنا اتكلموا، احنا صدقنا الكلام ده ان احنا ممكن نتكلم، ولسه انا مصدق ان احنا ممكن نتكلم. نعم. وهتفضل مصدق ان انت هتتكلم على طول باذن أنا الله. انا مصدق، وانا عارف ان لسه في مكان لعمرو اديب. في اكيد. في هي ساعه عمرو اديب لغايه دلوقتي. ده بالتاكيد سقف، وسقف كبير جدا يا ساعه عمرو اديب باذن الله. وانت تدخل الكبار لحمايتك اكثر من مره عمرو حسب ما انا اعرف يعني. والله الحمد لله، انا يعني الناس كلها عارفه ان انا عمر ما كان ليا اتجاه، وعمر ما كان ليا حد اتسند عليه، وعمر ما كان ليا حاجه يعني. انا مش محسوب على حد يعني. عمرو، بلبله في الشارع امبارح. الدكتور سيد البدوي خرج واعلن انه عمرو اديب انضم لقناه الحياه. اليوم عبر المنتديات عمرو اديب ينفي ان انضم لقناه الحياه، ولكن في نفس الوقت ونفس التوقيت هذه الصوره من مقر حزب الوفد الذي يرأسه الدكتور سيد البدوي، وعمرو اديب الذي ظل معارضا طوال عمره للاحزاب في مصر ووقع استماره انضمامه لحزب الوفد. وضح لي. دلوقتي انا عايز بس اقول لك جمله واضحه باشا. نعم. انا قاعد في اوربت لغايه اما اوربت ترفدني. هي اوربت ممكن ترفدك؟ لا، بقول لك يعني دي الحاله الوحيده اللي همشي فيها. ان اوربت ترفدني، اوربت تقول لي والله احنا مش عايزينك. او احنا ما عندناش برنامج يستوعبك، انما انا قاعد في اوربت. مش ممكن يا جماعه ان انت تبقى شغال في حته
وفي اول ازمه تسيبها وتمشي. يعني مش ممكن يعني دي وبعدين دي المحطه اللي عملتني، دول الناس اللي عملوني، دول الناس اللي وقفوا ورايا، دول الناس اللي فضلوا جنبي وانا بتحته لغايه ما بقيت اعلامي ليه شأن يعني. فانا بقول لك بشكل واضح، انا مش رايح قناه الحياه، انا موجود في اوربت حتى النهايه. وانا بشكر اللفته الطيبه من قناه الحياه والعرض اللي متقدم لي من قناه الحياه. قناه الحياه قناه محترمه. والدكتور سيد بدوي رجل محترم. ولكن انا فهمته، قلت له يا دكتور انا لو جيت لك النهارده انت تخاف مني. خاف ان الراجل اللي هو يبقى قاعد في محطته اول ما يحصل، طب ما هو بقى ما لما اروح الحياه تحصل مشكله ولا حاجه يمشيني. او انا امشي. بس انا راجل قاعد مع قناتي لغايه اما هم يقولوا، لان مش ممكن في وسط الازمه اسيب قناتي وامشي. طب خلينا نفترض ان الاوربت جت بعد اسبوعين قالت لك يا عمرو خلاص الامور خرجت من ايدينا، لن تستمر معنا، ما هي محطتك القادمه؟ اول ما يرفضوني هقعد معاك بقى احمد زي فاكر كده لما جيت قعدت معايا. نعم. وهنقعد نحط كل اختياراتنا ونختار. لكن بالتاكيد قدامك عروض كثيره وقدامك اختيارات. الحمد لله مفيش محطه في مصر ما عرضتش عليا. طيب كويس. مصر الحمد لله. هل الواحد سمعته طيبه؟ اكيد. عمل شغل كويس. ما انت احمد لو كان عندك قرد في الاستوديو بيشتغل 13 سنه اكيد هيبقى كويس يعني، مش ممكن. لا ده يعني عيب، ده عمرو اديب ده قيمه اعلاميه كبيره جدا، لازم نتكلم على عمرو بمنتهى الاحترام والتقدير يعني. طيب الحمد لله انه الناس كلها مقدراني، بس انا يا جماعه مش قضيه ان انا ايه مين هيشتغلني اروح له او مع الرايجه. عارف زي لعيبه الكوره كده. انا بلعب بروح الفانيلا البيضاء الزملكاوي. نعم. انا افضل في الزمالك حتى لو في المركز الاخير. ده انت قعدت تقول الكلام ده كتير لحد ما بقيت انت دلوقتي بعيد عن الشاشه شويه. معلش. طب ما تجرب تبقى اهلاوي. والله جاي يعني برضه هفضل متمسك بالزمالك. طيب خليك متمسك بالزمالك وخلينا متمسكين بالحوار معاك. لو انتهت العلاقه التعاقديه بينك وبين اوربت، هل بتفضل العمل في محطه مصريه ام محطه خارجيه خليجيه؟ انا اشتغل في مصر. في مصر. انا افضل في مصر واشتغل من مصر. عمري ما اشتغل بره بلدي. انا مصر او اقعد على قهوه بقى احمد وتيجي تزورني كده زي ما انت كنت جدع من كام يوم، يوم ما حصلت لي المشكله اول واحد جيت. طبعا جيت لي وقعدت معايا وخدت بخاطري وكنت جدع جدا وراجل. انت الموقف ده احمد بيوري الرجاله من غير الرجاله. انت قيمه كبيره يا عمرو، نختلف نتفق، انت قيمه اعلاميه كلنا بنحبك وبنتعلم منك. يعني أنا موقفك شلتهولك. لا لا انت ليك مواقف معانا كثيره جدا. طيب خليني امشي معاك شويه بعد اذنك. يعني العروض انت قلت للدكتور سيد البدوي خاف منك، طب ما باقي القنوات برضه نفس الوضع هيخافوا منك. لا انا ما قلتش الدكتور سيد بدوي خاف مني. انا بقول قلت للدكتور سيد بدوي من حقك تخاف مني. لو انا اول ما المحطه بتاعتي يبقى فيها مشكله امشي. يبقى انا بقى هعمل معاك نفس الحكايه. يعني يبقى انا بقى مثلا لو مشكله لو سيد بدا وحصل له مشكله سيبه وامشي. قلت له حضرتك لازم تفهم ان انا لازم افضل موجود في محطتي خصوصا في الازمه. طيب اسالك يعني لو اوربت دي قعدت 6 اشهر كده مش انا عارفه هتفضل قاعد. طيب خليني اسالك، انضمامك اليوم لحزب الوفد وانت اللي كنت منادي انه عدم الانضمام للاحزاب وخلينا نبقى دائما وابدا كده بعيدا عن الاحزاب، النهارده خطوه مفاجئه بانضمام عمرو اديب لحزب الوفد. نعم. بس احنا برضو من ضمن الحاجات اللي انا برضو كنت بقولها ان احنا لازم نبقى ايجابيين سياسيا. نعم. الاحزاب موجوده، وعلى فكره انا عايز اقول لك ان اعلاميين كتير في امريكا وفي بريطانيا الراجل ده جمهوري والراجل ده ديمقراطي، الراجل ده عمال والراجل ده محافظين. وبعدين الاهم من كده يا اخي انا باين لك اهو، انا عضو في حزب الوفد النهارده. لما اجي اتكلم هتبقى عارف في ناس كتير يا احمد وانت عارف اعضاء في احزاب من غير ما بيقولوا. نعم. ويطلعوا يتكلموا باسم الحزب من غير ما يبقى عضو في الحزب. نعم. بس انا النهارده يوم ما تلاقيني بقبل لحزب الوفد هتقول ده الراجل ده في حزب الوفد عشان كده بيقول الكلام ده. يوم ما تلاقيني بهاجم حزب الوفد بقى تقول والله الراجل ده رغم انه في حزب الوفد بيهاجم حزب الوفد. طب خلينا ناخد خطوتين لقدام، نفترض انك عملت في قناه الحياه وانت عضو في حزب الوفد، بالتاكيد هتبقى مسؤول عن الاعلام داخل حزب الوفد باعتبارك عمرو اديب. لا 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 احمد. نعم. أحمد. نعم. انا داخل حزب الوفد من ساعتين. لا مسؤول عن اعلام ولا حاجه، انا اصغر عضو في حزب الوفد. بس انت اول واحد على لسانك انت حضرت اجتماعات الهيئه العليا وحضرت اجتماعات المجلس التحرير وحضرت. لا مش هيئه عليا، انا حضرت الاعداد الاولى في جريده الوفد كنت في الجامعه. نعم. ما كنتش عضو في الحزب الوفد. انا بقول ان انا من وقتيها وانا معجب بالحزب ده. الحزب ده اللي راس اجتماع الجريده الاولى كان فؤاد باشا سراج الدين. نعم. القياده يعني اتفقنا او اختلفنا مع الوفد القياده تاريخيه يعني. نعم. فانا بقول ان انا من زمان عندي الاعجاب ده. آه. انا النهارده قررت ان انا يبقى ليا دور، بس انا لا انا
هبقى امين الاعلام ولا عضو ولا هترشح نفسك لمجلس الشعب؟ لا ولا انا قد احمد شوبير. يا عم انت بتهزر، ارشح نفسي مين؟ انا اعلامي يا احمد، انا مش سياسي. هو انت لما تخش تنضم الحزب تبقى سياسي؟ السياسي دول اللي هم الهيئه العليا، الناس اللي مرشحه نفسها. طب ايه دورك؟ ما هو برضو يعني عمرو اديب لما يبقى عضو في حزب زي الوفد بالتاكيد لازم يكون له دور، ايه دورك يعني؟ والله دوري ممكن مثلا الحزب عنده خطه اعلاميه يسالني فيها، عنده رساله عايز يصيغها بطريقه معينه. ولا كانت رساله منك انت حاولت بتحاول تبعتها لبعض يا عمرو؟ ما تعودناش من عمرو اديب على قرارات انفعاليه. هو على فكره انا لو عايز ابعت رساله ما كنتش دخلت الوفد. انما الوفد حزب شرعي يا جماعه، انتوا ليه بتكلموني انا دخلت حزب في اسرائيل؟ حزب شرعي جميل جيد قوي، اكبر احزاب المعارضه حيويه دلوقتي، مش حزب ميت. وبعدين انا مش داخل اعمل نشاط سياسي، انا داخل الحزب ممضي واحد. عارف زي ما يبقى عندك بطاقه انتخابيه كده، وانت ما عندك بطاقه انتخابيه بكره هتبقى رئيس وزراء. طب انا هقول لك اللي الناس بتقوله في الشارع، ودي طريقتك في الحوار دائما ابدا يا عمرو، انه عمرو انضم للوفد لانه قصه الحياه خلاص اصبحت على الابواب، وبالتالي ده كان الدكتور سيد البدوي. طب اكمل لحظه، الدكتور سيد البدوي عنده ازمه الان في الشارع السياسي والشارع المصري بعد ازمه الدستور العنيفه اللي بيمر بيها، واراد تحسين صورته في الشارع المصري عن طريق عمرو اديب. والله يا فندم انا ما فيش حاجه تغصب عليا، بدليل ان انا ما رحتش الحياه. ما هو هي لو كانت دي قدام دي كنت تشوفني في الحياه بكره. انا رحت الوفد وما رحتش الحياه. يعني كانت ايه؟ طب ايه تمن ده؟ يعني ايه الثمن؟ هل انا مثلا رحت الحياه؟ لا، انا قعدت في المحطه بتاعتي. والحياه دي قناه محترمه وكبيره، وانت عارف يا احمد وانت كنت هناك فيها امكانيات وفيها كل حاجه. انما انا ما عملتش كده، ما قلتش ايه؟ ان انا علشان اروح الحياه بخش الوفد. طب ما انا كان ممكن اروح الحياه وما اروحش الوفد. كانوا هيرحبوا بيا جدا. كان ممكن تروح الحياه من غير الوفد. وممكن تروح الوفد من غير الحياه. ده اللي حصل. وممكن تروح الوفد والحياه. لا انا ما روحتش الوفد. لا ممكن، بس ممكن يعني ممكن في الوفد. ممكن يحصل في المستقبل. انا في محطه يا احمد، انت عارف انت زي ما بتكلم ست متجوزه. لا انت ممكن تتجوزي فلان. من غير اللائق خالص ان انا اتكلم ان انا رايح حته ثانيه. دي محطه يا جماعه كبيره اللي انا بشتغل فيها، دي محطه موجوده. لازم احترم الناس اللي مشغليني والناس اللي موجودين فيها. لازم اثبت لكل المشاهدين بتوعي ان انا قاعد لغايه ما محطتي تشتغل. ماذا عن فريق الناس دول؟ نعم، حطوا فيا ثقتهم. نعم فريق